على مقربة من دوار الجحيم والإرهاب سابقا، يقع مقهى النوفرة الذي يطل على دوار النعيم، حيث يعتبر هذا الدوار ساحة التحرير من إرهاب داعش في مدينة الرقة. مقهى النوفرة نحن نعرف رمزية دوار النعيم ورمزية مدينة الرقة ورمزية مقهى النوفرة. هي دعوة لكل المبدعين أن يأتوا إلى هذا المكان ويعبروا عن آرائهم ويقرأوا الكتب أيضا، ليس فقط الشاي والقهوة والأرجيلة وما إلى ذلك، أيضا هناك قراءة الكتب. حرم أبناء الرقة سابقا من المنتديات والمقاهي الثقافية والأدبية، وها هي اليوم تعود من جديد كمقهى النوفرة الرقاوي الذي يطل على ساحة الحرية بحلة تراثية أدبية يجمع مثقفي المدينة. سمي هذا المقهى بالنوفرة تيمنا بمقهى النوفرة بدمشق ذو الطابع الثقافي والتراثي. طبعا في مدينة الرقة هذا المقهى أيضا ذو طابع تراثي وثقافي. الآن نحن نشرب الشاي والقهوة وأيضا نقرأ الكتب، وبالتالي بعد أن افتتح مقهى النوفرة كان هناك ركن اسمه بيت القصيد. بيت القصيد هو فضاء مشترك لكل المبدعين السوريين في مدينة الرقة من الأدباء من الفنانين ليعبروا عن فنهم، ليعبروا عن آدابهم في الشعر والقصة وفي كل الأجناس الأدبية. يتوسط هذا المقهى مكتبة صغيرة تجمع بعض الكتب الثقافية لتكون أنيسة رواد هذا المكان، والبعض من التمور المعلقة وفناجين القهوة العربية لتعبر عن طابع المنطقة التراثية والثقافي. حقيقة فرح المبدعين، فرح الذين يهتمون بالشأن الثقافي، القارئين المثقفين بشكل عام بهذا المقهى، لأنه مجمع وفضاء مشترك لكل هؤلاء بغض النظر عن المواقف السياسية، لكن هو الارتقاء بهذه المدينة وبهذا المجتمع نحو الأفضل. والجدير بالذكر أن دوار النعيم سابقا كان ساحة لتنفيذ أحكام القصاص والتمثيل بالجثث، وها هو اليوم يحمل اسم ساحة الحرية بعد تحرير مدينة الرقة على أيادي قوات سوريا الديمقراطية من إرهاب داعش.